قررت اليوم اني اقارن بين 3 منظفات حق الافران، زي ما انتم شايفين في بقع زيوت ونفس الشيء القزاز عليه زيوت وناشفه. طبعا انا اغلب طبخي بالفرن. خليني اقول لكم كيف راح تكون المقارنه. راح اقسم قزاز الفرن الى 3 اقسام. موبي مكتوب علينا راح ينحط 20 دقيقه، فورنت محطوط 20 دقيقه، مستر موسل مكتوب انه لازم ينحط الى قرابه 30 دقيقه. فللعدل التام راح اخليهم كلهم 30 دقيقه. المواد ريحتها نفاثه جدا ومضره، لذلك البسوا كمان. ناخذ العلبه نفتحها. بسم الله. الريحه قويه بشكل بشع. عشان نفرق بينهم راح احط خطوط احتياطيه يعني. نشوف. ما تحملت الريحه، راح اخليهم كذا 30 دقيقه، بعدين راح اجي امسحهم واشوف مين اكثر واحد فيهم فعال. بعد 30 دقيقه تقريبا مستر مصل هو اكثر واحد فيهم محافظ على قوامه، الاثنين الباقيه نشفوا تقريبا. بعطيهم ضخه خفيفه من منظف الزجاج وبفركهم. راح افركهم بشكل خفيف وسريع بدون يعني فرق قوي، لا اقل ولا اكثر يعني، عشان اشوف ايش قاعد يصير. احساسي كذا انه مستر مصل هو احسن واحد فيهم. يعني ميبو ومستر مصل تقريبا يتساووا بالنظافة، بس فورنت يعني فاشل، لا هش ولا نش ولا سوى ولا اي شيء. شوفوا طبقة الدهون لسه موجودة. زاوية ثانية عشان تشوفوا الانعكاس، في فرق بين هنا وهنا وهنا. انا كل مرة استخدم مستر مصل واخليه يعني 4-5 ساعات بعدين امسحه، فهالمرة لانه هذه اول مرة انظف بالفرن كامل بموبي، فراح اجربه هالمرة معاكم. راح ابخه بالفرن كامل، بعد 10 ساعات راح انظفه. بسكر وبخليه. في الاخير اقدر اقول انه موبي ومستر مصل زي بعض. الفرق بينهم انه موبي ارخص واكثر كمية، مستر مصل اغلى واقل كمية. لو تعرفوا منظف حلو يعجبكم اكتبوا لي تحت اجربه.